الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، اللهم آمين. إخوة الإسلام والإيمان، حياكم الله وأحياكم وبياكم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا، الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم الطيب المبارك ومع هذه الوجوه المتوضئة بنور الإيمان، أسأله جل وعلا أن يجمعني وإياكم يوم القيامة مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمرسلين في دار مقامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول ربنا جل وعلا في موطن آخر: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جعل الله وإياكم من المتقين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، حديثي إليكم اليوم إن شاء الله جل وعلا في غاية الخطورة والأهمية. حديثي إليكم بإذن الله جل وعلا عن أدب عظيم، وعن خلق راق جدا. هذا الخلق فقدناه في مجتمعنا، في صفوف الرجال والنساء والصغار والكبار. نحن اليوم إن شاء الله جل وعلا على موعد للحديث عن خلق من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أتباع المصطفى وأحباب المصطفى، فهل نتخلق بهذا الخلق؟ اسأل نفسك أيها المسلم أيتها المسلمة. نحن اليوم إن شاء الله جل وعلا على موعد للحديث عن خلق الرفق في الإسلام. ماذا نعني بالرفق؟ ماذا نعني بالرفق؟ الرفق هو لين الجانب، الرفق هو لين الجانب، الرفق هو الأدب، الرفق هو استعمال الحكمة في موضعها وفي موطنها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الرفق هو لين الجانب في القول والفعل، وهو ضد العنف. الرفق ضد العنف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنيفا ولم يكن صخابا في الأسواق، ولكنه كان رفيقا رقيقا، جمع بين الرفق والرقة صلى الله عليه وسلم. الرفق واللين والحكمة والأدب، وهذا هو ما، وهذه هي الأزمة التي نعيشها. أزمتنا نحن المسلمين ليست أزمة اقتصادية، ولكن أزمة أخلاقية، أزمة أخلاقية. فربنا جل وعلا أيها الأحبة في الله، حينما امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، بأي شيء مدحه؟ لما تحدث الله عز وجل في القرآن عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، بأي شيء مدحه؟ هل مدحه بكثرة صلاة، بكثرة صيام، بكثرة قيام؟ لا، زكاه في عقلي، وزكاه في فؤادي، وزكاه في صدري، وزكاه في معلمي، وزكاه في لساني، وزكاه كله. فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة نطق بها العلي العظيم لصاحب الخلق العظيم. من هو؟ صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله،
عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. هذه الشريعة الغراء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على التيسير، تنبذ العنف والفظاظة والغلظة والقسوة، مبنية على رفع الحرج ودفع المشقة. ولذلك فالإنسان الذي لا يستطيع أن يغتسل إذا كان على جنابة، إذا كنت جنبا أجاز لك الإسلام أن تتيمم، إذا كنت غير قادر على الوضوء وكان الماء باردا أو فقدت الماء بالكلية جوز لك الإسلام أن تتيمم، إذا كنت مسافرا جوز لك الإسلام أن تفطر، إذا كنت غير قادر على الحج أسقط الله عز وجل عنك ركن الحج وفريضة الحج. هذا هو ديننا، دين التيسير، دين اللين والرفق والحكمة والأدب. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنثروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الإخوة: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وتأمل معي هذه الآية القرآنية. والله أيها الأحبة الأفاضل، لو أردنا أن نلخص هذه الجمعة في هذه الآية لكفى. هذه الآية الجميلة الرقيقة الرقراقة الماتعة الوضاءة التي امتدح فيها ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ربنا؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. رسول الله لم يكن فظا، لم يكن غليظا، لم يكن جافيا، لم يكن قاسيا، كان رقيقا رفيقا. بمن؟ بالمسلمين، بالمؤمنين، بالمتقين، بالحيوانات، بالطيور، بالأشجار، بالأجماوات، بالجمادات، حتى بالكفار كان رفيقا، حتى مع الكفار. أين نحن من خلق الرفق أيها الإخوة؟ أين نحن من لين جاء الجانب؟ أين نحن من الكلمة الجميلة؟ العنف يحسنه كل واحد، ولكن الرفق لا يحسنه إلا من وفقه الله عز وجل. ربنا جل وعلا يمدح نبيه في القرآن، ماذا قال ربنا؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. ولنت من الليونة، من الليونة، وهي الرقة والرفق والأدب والحكمة والخلق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الذين دخلوا في الإسلام لم يدخلوا بالخشونة والفظاظة والغلظة والعنف والقسوة والجفوة، لا، ولا الذين دخلوا في الإسلام لم يدخلوا خوفا من السيوف ولا بالسيوف. ديننا بعيد كل البعد عن التشدد والتنطع والغلو. ويجمع ديننا كله قول رسول الله: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ها، وتعلمون خبر ذلك الرجل الأعرابي الذي دخل المسجد ذات مرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وذهب إلى ناحية في المسجد وبال في المسجد. بالله عليكم أسأل نفسي الضعيفة وأسأل كل أخ وأختي الفاضلة، كيف سيكون رد فعلي أنا وأنت وفلان وعلان لو أن داخلا دخل الآن وذهب إلى ناحية من نواحي المسجد أو من الجهات الأربع وبال في ناحية من نواحي المسجد؟ كيف سيكون رد فعلنا؟ هناك من يقدحه ويشتمه ويضربه، وهناك من يفعل به ويسبه ووو. أما رسولنا محمد دخل أعرابي لا عهد له بالمسجد ولا بالقرآن ولا بالسنة وبال في المسجد وقام الصحابة ليضربوه، فقال رسول الله: دعوه، لا تزرموا عليه بوله، لا تقطعوا عليه بوله، لا تقطعوا بولته، اتركوه، دعوه، خلوا سبيله، لا تضربوه. أرادوا أن يضربوه، ولكن صاحب الأدب وصاحب الرفق وصاحب الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوه، لا تزرموا عليه بوله، لا تقطعوا بولته، اتركوه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بدلو من ماء، فقال لهذا الرجل الأعرابي: إن هذه المساجد هي بيوت الله عز وجل، لا تصلح للبول ولا لهذه القذورات، إنما هي للصلاة وللعبادة وقراءة القرآن وطاعة الله عز وجل الواحد الديان. أين نحن من الرفق أيها الإخوة؟ أين نحن من الرفق؟ إن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقول: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. حرم على النار،
يعني الله عز وجل في جلاله وكماله وعظمته وسلطانه حرم على النار كل إيش؟ كل هين. الرجل الهين اللين الحكيم اللبق المؤدب المعي الذي يتصف بخلق النبي صاحب الأدب الزكي والمقام العلي صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا جل وعلا يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. يا محمد، هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام بليونتك، بأدبك، بحكمتك، بلباقتك، برفقك، من يستعمل الرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها. إذا أردت أن تستخرج الحية من الجحر، من غارها ومن جحرها، كيف؟ إذا استعملت الفظاظة والغلظة والعنف والله لن تخرج. أما إذا استعملت اللين والرفق والأدب والحكمة فلا بد أن تخرج هذه الحية وتقع في قبضتك. من يستعمل لم أرك الرفق في لينه، لم أرك الرفق في لينه، من يستعمل لم أرك الرفق في لينه أخرج للعذراء من خدرها. من يستعمل الرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها. قالوا غزوت، انظروا إلى شوقي وهو يقول يمدح رسولنا صلى الله عليه وسلم، قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا لسفك دم. رسول الله لم يكن قاتلا صلى الله عليه وسلم، لم يكن جائرا، لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم بالذي يسفك الدماء، لا. قبل الإسلام أيها الإخوة كانت الحروب تنشب بين القبائل حول أتفه الأسباب والأمور. تعرفون حرب البسوس؟ هذه الحرب التي وقعت في الجاهلية قبل الإسلام دامت 40 سنة حول قضية تافهة جدا. أما رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل جيشا يقول: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. بالله عليكم أيها الإخوة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالمؤمنين فقط؟ لا، كان رفيقا بالكفار بالمسلمين. وتعلمون خبر ذلك الجمل، تخيل معي جمل، جمل يا مسلم، يا مسلم، جمل يأتي إلى رسول الله ويضع فمه على أذن الحبيب ويشكو للنبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الجمل، يشكو الجمل صاحبه لرسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب الجبل؟ فقال الرجل الأنصاري: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الجمل شكى إلي شكايتين، أولهما أنك تجيعه، والثاني أنك تتئبه، أي تتعبه وتحمله ما لا يطيق. وهنا أذكر لكم في هذا السياق أيها الأحبة في الله أبو الدرداء، أذكر لكم أبو الدرداء عفوا، هذا الرجل الذي كان له جمل، كان له جمل يسمى دمول، وكان إذا استعاره منه غيره لحاجة يقول لهذا الذي يستعير الجمل: لا تحمل عليه إلا ما يطيق. عندك تهز على هذا الجمل شي حاجة أكثر من هذاك الشيء اللي يقدر يهزه، لا تحمل على هذا الجمل إلا ما يطيق. وحينما كان أبو الدرداء على فراش الموت نظر إلى جمله وعيناه تذرفان تدمعان وتبكيان، وينظر إلى الجمل يقول: يا دمون لا تخاصمني بين يدي ربي، يا دمون لا تخاصمني بين يدي ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. يا دمون لا تخاصمني بين يدي ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. ماذا نقول نحن؟ الإنسان كيجي الخدام للدار دياله فيتعبه ويشق عليه ولا يقدم له طعاما ولا شرابا. والإسلام أيها الإخوة أمر باللين وبالرفق وبالحكمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت آنفا كان رفيقا حتى بالحيوان. هذا صحابي رضي الله عنه وأرضاه، طفل صغير، كان طفلا صغيرا يومها،
وكان له طائر يلعب فيه، يلعب بهذا الطائر، وهذا الطائر يسمى النغير، كان له طير يسمى نغير، وقتله، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهذا الطفل، لهذا الغلام: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لماذا قتلت هذا الطائر؟ ما ذنبه؟ ما جريمته؟ ما خطأه؟ لماذا قتلت هذا الطائر؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني ما ذنب هذا الطائر حتى قتلته؟ ماذا فعل؟ ماذا صنع حتى استحق منك القتل؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرفق بهذا الطائر. وتعلمون خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء في الحديث الصحيح، أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل أحست بعطش شديد فنزلت بئرا وشربت الماء، ولما خرجت وجدت كلبا يلهث من شدة العطش، ملي شربات وخرجت لقات واحد الكلب كيخرج لسان تاعو وكياكل به التراب من شدة العطش، فقالت هذه البغي: لعل هذا الكلب قد بلغ به ما بلغ بي، وقيل هذا الكلب عطشان بحال اللي كنت انا عطشان قبل قليل، فملأت موقها او خفها فسقت هذا الكلب فغفر الله لها. قال بعض العلماء: إذا كان الله عز وجل يغفر الذنوب للبغايا فكيف بمن يعبد ويوحد رب البرايا؟ إذا كان الله عز وجل يغفر الذنوب للبغايا فكيف بمن يعبد ويوحد رب البرايا سبحانه جل وعلا وبحمده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا حتى بالكفار، إن هذا الرجل كافر من الكفار، كان رجلا ذلقا، كان رجلا فصيح اللسان، قوي البيان، ثابت الجنان، كان فصيحا في أسلوبه ولغته، يملك اللغة ولا تملكه، كان رجلا عربيا قحا أصيلا، وكان يقف ساعة وساعتين يسب رسول الله. تخيل معي هذا كافر كيقف ساعة جوج سوايع كيسب رسول الله، شي واحد إلا قالنا غير شكل المحنة كنتقلقوا وتعصبوا. هذا رجل كافر يقف ساعة أو ساعتين خطيب في الناس ويسب رسول الله، يسب من؟ يسب صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود صلى الله عليه وسلم. فوقع ذات مرة أسيرا في يد الحبيب، وقع واحد المرة أسير فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وخلى رسول الله سبيله، اطلق له النبي صلى الله عليه وسلم، طلق أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وخلى سبيله، فرآه عمر وذهب إلى هذا الأعرابي، إلى هذا الكافر، وأخذ بتلابيب ثيابه. وعمر كان رجلا شديد البطش، كان رجلا قويا، بلغت قوته أن الشيطان يفر من طريقه، كان الشيطان يفر من طريق عمر، ولذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لو سلكت طريقا لسلك الشيطان طريقا غير طريقك. الشيطان كيمشي في طريق لما كيمشيش فيها سيدنا عمر، لأن الشيطان يخاف من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشيطان يفر من الطريق التي يسير فيها عمر، فأخذ عمر رضي الله عنه وأرضاه بتلابيب هذا الرجل العربي الكافر وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لماذا أطلقت سراح هذا الكافر؟ إنه رجل كافر كان يقف ساعة أو ساعتين كلها سب فيك يا رسول الله. فقال له الحبيب: ماذا تريد الآن يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، دعني أكسر أسنانه الأمامية حتى إذا قام ليسبك اندلق لسانه من فمه فلا يقوى على السبيل. ماذا تريد يا عمر؟ دعني يا رسول الله أكسر أسنانه الأمامية حتى إذا قام ليسبك اندلق لسانه من فمه فلا يقوى على سب. ماذا قال له رسول الله؟ خذوه للزنزانة، اعتقلوه، اديوه للحبس، ضربوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، اتركه يا عمر، هذا هو رفق رسول الله. الآن اللي كيقولوا بأن الإسلام دين تنطوع، دين تطرف، دين العنف، لا، الإسلام بريء كل البراءة من العنف ومن الفظاظة والغلظة والقسوة، الإسلام دين الرحمة. أدف في نحن المسلمين لما كنعرفوش نص الإسلام لغير المسلمين، وكلنا نتحمل المسؤولية بين يدي ربنا جل وعلا. احنا اللي ما كنعرفوش نستعملوا الرفق والحكمة والأدب والخلق واللين والرحمة والوفاء والآداب العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب الكرام،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا حتى بنسائه. وتعلمون خبر رسول الله أنه كان له سائق أو يسمى حاد يسوق الإبل، وكان يحدو للإبل، والحدو أو الحداء ضرب من ضروب الغناء، حتى إذا سمعت الإبل هذا النشيد وهذا الغناء وهذا الصوت فإنها تطرب وتنشط في مشيها وفي سيرها. وكان له حاد يسمى أنجشة، يسمى أنجشة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة: رويدا بالقوارير يا أنجشة، رفقا بالقوارير. النبي صلى الله عليه وسلم كنا عن النساء بالقوارير، والقارورة تتكون من زجاج، والذي يتعامل مع الزجاج لابد له من إيش؟ لابد له من الرفق، لابد له من اللين، لابد له من الحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن صار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، دخل أحدهم على أحد الخلفاء فقال له: ساعظك، لكن هذا الوعظ سيكون غليظا، يعني بدل الرفق وبدل الحكمة يستعمل العنف، بدل الداعية أو الخطيب أو الإمام أو الشيخ أو الأستاذ أو المربي أو المدرس حتى يحبب دين الله عز وجل للأجيال لابد من اللين، من الحكمة. شي واحد ما كيصليش ما تمشيش تضرب وتقول له علاش ما كتجيش للجامعة تصلي، لا، هضر معاه بالأدب. واحد جا للجامعة دار السلسلة في العنق ديالو، لا تعنفه، ما تعنفوش، دار السلسلة في العنق ديالو، ولا دار الحلقة ماشي هي هذيك ما تعنفوش، دار الخاتم في يدو ولا السلسلة في يدو، لا تعنفه، لا تبغض دين الله إلى خلق الله، لأن ماشي أنت هو القاضي اللي غتحاسب الناس يوم القيامة، الله عز وجل هو المكلف بالحساب والعقاب، وهو الذي يملك الجنة والنار. إلا دخل شي واحد للجامع دار شي سلوك ولا شي تصرف لا يليق ببيت الله جل وعلا كما فعل ذلك الأعرابي، إلا بغينا نهضروا معه باللين بالحكمة لا تعنفه. ولذلك ذكر بعض المشايخ، واحد المشايخ، أن واحد الشاب كان حريصا على الصلاة في المسجد ديما في الجامع، وكان مواظبا على الصلاة في المسجد. دخل بعض الصبية ذات مرة المسجد، واحد ضوضاء، أحدث ضوضاء ضجيج وعجيج داخل المسجد، داروا شوية ديال الصح في المسجد. وكان هذا الشاب المواظب على الصلاة في المسجد حدا واحد السيد، فلما سلم الإمام وكزه هذا الرجل، وكزه هذا الطفل، هذا الغلام، هذا الشاب، ضربوه. قال هذا الشاب: والله ما دخلت المسجد منذ 50 سنة، لما كبر سنه لم يدخل المسجد، يعني حينما كان شابا في صغره في خضرار عوده وكزه هذا الرجل الأمي، هذا المعنف. فالمسلم ينبغي أن يكون معلما لا معنفا. فلما وكزاه خرج من المسجد ولم يعد إلى المسجد، ويحكي القصة وعمره 50 سنة وأكثر، نتيجة إيش؟ نتيجة العنف والغلظة والفظاظة والقسوة. فهذا الرجل لما دخل على هذا الخليفة قال له: ساعظك، ولكن أنا استعملك الفظاظة في الوعظ ديالي، أنا استعمل معك إيش؟ الغلظة والفظاظة والقسوة والجفوة. فقال له هذا الرجل الخليفة: لقد بعث الله عز وجل من هو خير منك إلى من هو شر مني. الله تعالى راه سرد وصفت واحد أحسن منك، الواحد شر مني، شكون هو؟ سيدنا موسى أحسن من هذا الواعظ، وفرعون شر من هذا الرجل، من هذا الخليفة. فقال له الله جل وعلا لموسى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا، قول له قولا لينا، قول جميل، قول لطيف، قول ندي شجي رقيق، ما تكونش عنيف، ما تكونش غليظ، استعمل الكلمات الجميلة، الكلمات المهذبة المنقحة، الكلمات الفاضلة الرقيقة التي تجذب النفوس وتؤثر في القلوب، ادفع بالتي هي أحسن. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، واغضوا من صوت، واقصد في مشيك، واغضوا من صوتك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى وسطا، الوسط هو أعدلهم، قال أوسطهم أي أعدلهم. فالرفق أيها الإخوة هو لين الجانب، تكون لين، تكون لين وتكون حكيم وتكون مؤدب وتكون خلوق، تكون مهذب،
أن تستعمل الرقة والرفق مع الناس جميعا، ما تكونش غليظ وبديل وقاسي وجافي بحال خزين جهنم. شحال من واحد عمر مضح منذ أن خلقه الله ما كيضحك شيء، بحال خزين جهنم، خزين جهنم منذ أن خلقه الله تعالى ولم يضحك، لما عهوز. فالإنسان لا ينبغي أن يكون على هذا الشكل، لا ينبغي أن يكون على هذه الحالة. فقدوتنا أستاذنا طبيب الإنسانية ومعلم البشرية رسول الله. إلا تلقى مع شي واحد كيسلم عليه وكيتوجه ليه بالوجه ديالو كامل، وما كيحدش يحيدش يدو حتى كيحيد المسلم على رسول الله. حتى قال أحد الصحابة، قال أحد الصحابة كاع اللي كيسلم على رسول الله كيقول ما كاينش شي واحد كيحب سيدنا رسول الله بحال هنا، وهي نفس المحبة، ما كاينش شي واحد كيحب رسول الله مثل ما حبته لي. فرسول الله كان رقيقا رفيقا، وهذا هو الخلق. نستعملوه مع الأطفال ديالنا، مع الزوجات ديالنا، مع الناس الكبار في المسجد، مع الصغار في الشارع، في العمل، في الوظيفة، أينما كنت. وأنت تسوق سيارتك ودابتك كن رفيقا، كن رحيما في التعامل مع الناس، وهذا هو الخلق الذي نحتاجه أيها الأحبة في الله. النبي صلى الله عليه وسلم هذا السواق يسوق بنسائه الإبل ويقول رفقا رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير يا أنجشة، رويدك رويدك، يعني لا تسرع، لا تحدو كثيرا. والإبل تحتاج إلى هذا الحداء حتى تطرب وتنشط من أجل أن تنشط في مسيرها وفي سيرها. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم ارزقنا الرفق والرقة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وفرج كروبنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب. لك معنا شي واحد مريض يشفيه بشفائك. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مديونا فأدي عنه دينه، ومن كان منا مكروبا ففرج كربه. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وثقل موازيننا بالحسنات. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا كربا إلا فرجته. اللهم إنا نسألك أن توفقنا بتوفيقك. اللهم يسر أمورنا، اللهم أنفق على المنفقين على بيت الله سبحانه وتعالى. اللهم من أنفق شيئا في هذا اليوم لبيت الله تعالى فاجعله في ميزان حسناتي وفي ميزان حسنات والدي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في هذا البلد، اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعلنا هداة المهديين، اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.